محمد رضا الكوزي تبارك الله عليك، كيفاش كانت المشاركه ديالك في هذا الفيستيفال وكذلك الحصول ديالك على الجائزه الكبرى في المنافسه في المسابقه يعني بين الشباب الهواة، وكنت جد متفوق وكان هناك تنويه كذلك من رئيس لجنه التحكيم. صراحه سعيد بالتواجد ديالي في مهرجان كاب سبارتيل، سعيد بالمشاركه ديالي فيه. كنشكر المهرجان على منح الفرصه ان الفيلم يدوز في الكومبيتيسيون، وكتبقى مناسبه باش حتى الجمهور يتعرف على العمل ديالك، كيكون واحد التجاوب بينك وبين البوبليك، كتعرف واش فريمون الفيلم داز داكشي اللي كنتي كتخدم عليه، واش داز ولا لا. وكذلك كنشكر الطاقم ديال الفيلم كامل اللي خدم على هذا الفيلم، اللي بلا بهم ما كانش يكون هذا الفيلم هذايا. وسعيد بفوز الفيلم بالجائزه الكبرى في المسابقه. سيتو.